تواكب المملكة العربية السعودية دوماً مجريات الأحداث العالمية والتفاعل مع الأيام الدولية المقرة أممياً، ومن هنا يأتي تنظيم مناسبة هذا المساء بعنوان المنتقى الحقوقي الأول لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي، تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 من شهر ديسمبر من كل عام. وقد تم اختيار هذا التاريخ لأنه اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 48 و900 وألف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والمملكة من الدول السباقة للتوقيع على جميع المعاهدات والمواثيق والمبادئ المتصلة بحقوق الإنسان، ليس بصفتها جزءاً من هذا العالم فحسب، ولكن لأنها تنطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية التي أرست دعائم حقوق الإنسان قبل 14 قرناً. وجاء تأكيد الإسلام دوماً على حفظ الضرورات الخمس للإنسان: الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ولعل خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تمثل الإعلان الأسبق لحقوق الإنسان. والنظام الأساسي للحكم في المملكة تضمن العديد من المواد التي تؤكد هذه الحقوق.